الحكومة تعلن فرض الضرائب على الرواتب وتؤكد ميزانية العراق خاوية. وبغداد تكشف محاور الحوار الاستراتيجي مع واشنطن وتشدد على أن السيادة قضية أساسية. في ذكرى سقوط الموصل الكاظمي يؤكد الفساد وسوء الإدارة سبب حصول الكارثة. تحية طيبة. قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن حكومته تسلمت ميزانية خاوية ما يستدعي إعلان تقشف حاد لمواجهة التحدي الاقتصادي الذي يتضمن تخفيض الرواتب التقاعدية للفئات التي تتسلم رواتب تقدر بملايين الدنانير. الميزانية ما بيها فلوس، مع كل هذا قاعد نخلق فرص للمواطن أنه ما يتضرر راتبه. معقول شخص يطلع تقاعد بالدولة تقاعد مات 8 و12 و18 مليون، شنو هاي؟ يا قانون يقبلها، يجب نكون منصفين، لازم يكون عندنا احساسنا ويا الناس، يجب نكون نحس باوجاع الناس، دول ناسنا اخوان، لا ننسى انفسنا. فلما ناخذ قرار قرارات وجع، واحنا اليوم في مرحله حقيقه مو مرحله تقشف، مرحله تحدي حقيقي اكثر من تقشف، ما عندنا غير خيار. إلى ذلك أعلنت الحكومة عن بدء تطبيق ضريبة الدخل على الراتب الكلي ليشمل المخصصات ابتداء من الشهر الحالي. ومظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية قال إن قانون ضريبة الدخل الثابت تتراوح الاستقطاعات فيه بين 10% و15%، وسيشمل جميع الموظفين باستثناء من تقل رواتبهم عن 500,000 دينار. في المقابل أكدت اللجنة المالية النيابية أن الدستور لا يتيح فرض ضريبة على رواتب الموظفين من دون قانون، كاشفة عن وجود دلائل تشير إلى هدر كبير في الموارد غير النفطية. وفي تصريح له قال مقرر اللجنة أحمد الصفار إن الهدر يتمثل بعدم السيطرة على المنافذ الحدودية، فضلا عن إهمال تفعيل التعرفة الجمركية على البضائع المستوردة وإهمال ضريبة عقارات الدولة، لكنه في الوقت ذاته أشار إلى أن الخوف من عدم صرف الرواتب بدأ بالانحسار نظرا لمعاودة أسعار النفط إلى الارتفاع. يناقش مجلس النواب اليوم ملفات اقتصادية على رأسها التصويت على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي. وبحسب الدائرة الإعلامية للمجلس فإن جدول الأعمال يتضمن التصويت على مشروع الاقتراض لتمويل العجز المالي لموازنة 2020 وتقديم القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة، فضلا عن مناقشة تقرير لجنة الزراعة والمياه والأهوار بخصوص تسويق محصول الحنطة. أكد هشام داود مستشار رئيس الوزراء أن الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة سينطلق من مفهوم السيادة وتعزيز العلاقات مع الجميع والاستفادة من الخبرات الأمريكية في جميع المجالات. هذه ليست مفاوضات، بداية حوار حقيقة. الحوار مع الولايات المتحدة يستمر مثل ما كان حوار أو سيكون حوار مع البلدان الأخرى. حاجة ومصلحة الشعب العراقي سوف يحكم هذا الحوار، مقدار دعم هذه المفاوضات، هذا الحوار إلى حاجة الشعب العراقي سوف نستمر به. هناك حاجة، سوف يكون هناك تحاور في مجال الاقتصادي، في مجال الثقافي، في مجال الطاقة، في مجال الأمني، لما لا في المجال الزراعي. نحن أمام دولة كبيرة ذات إمكانيات وتجربة هائلة اسمها الولايات المتحدة، ليست فقط هي سلاح. قد نكون أخطأنا في هذا الجانب عندما نحصر الأمر فقط في مجال السلاح، علينا أن نستفيد أكثر من في مجال الزراعة، في مجال العلوم، في مجال الثقافة، الإصلاح الإداري إلى آخره.
بشأن جلسة مجلس النواب والملفات التي على طاولته. ينضم إلينا من داخل قبة البرلمان مراسلنا أحمد مؤيد. أحمد، مرحبا بك. ما الذي يدور في مجلس النواب؟ هل تم عقد جلسة أم بعد؟ ماذا لديك أحمد؟ اهلا بك زميلي. بدايه يعني حتى اللحظه لم تعقد جلسه مجلس النواب الى الان. نعم. ربما هناك خلل في النصاب القانوني، على الرغم من ان جدول الاعمال يعني لم يتضمن قوانين مهمه سوى التصويت على الاقتراض الخارجي او السماح للحكومه بالاقتراض الخارجي. انت تعلم الازمه الماليه هي تتصدر اليوم المشهد السياسي. كان هناك اجتماع للجنه الماليه مع وزير الماليه ومحافظ البنك المركزي ربما لمناقشه الاستقطاعات التي حصلت في رواتب المتقاعدين. للحديث اكثر حول هذا الموضوع ينضم معي النائب مضر السلمان، عضو في لجنه الخدمات النيابيه. بدايه سياده النائب، مرحبا بك في نشرة يو تي في. يعني هل ستخولون الحكومة اليوم بالسماح لها بالاقتراض الخارجي ربما لسد العجز المالي؟ تفضل. هناك لجان شكلت، ولجنة المالية البرلمانية أخذت على عاتقها دراسة هذا الموضوع بشكل جدي وحصري، ووضعنا بعض الملاحظات خلال جلسة القراءة الأولى والقراءة الثانية للتصويت لغرض التصويت على هذا مقترح القانون. بالتأكيد هناك يعني ضرورة ملحة للحكومة بالاستقراض الخارجي أو الداخلي. ذهبنا باتجاه كثير من الملاحظات اللي ثبتناها، وراح تخرج اللجنة المالية بتوصيات مهمة تعرض على مجلس النواب خلال هذه الجلسة اللي احنا بانتظارها، ويكون يعني كل ما يخدم الحكومة ويخدم الفرد العراقي نحن معه. نعم سيادة النائب، في سؤال آخر، يعني الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن مرتقب، لكن يعني هل هناك بوادر لاتفاقات اقتصادية ربما تنعش من الاقتصاد العراقي خلال هذا الحوار؟ مجلس النواب أخذ على عاتقه وخول الحكومة الاتحادية والمركزية بأخذ القرار، لأنه شكلت لجان من قبل لجنة الأمن والدفاع النيابية وكذلك اللجان المتشكلة في مجلس الوزراء حول التباحث حول عملية بقاء القوات الأمريكية وكذلك كل الجوانب الأخرى ومشكلة هذه الجوانب. يعني نذهب باتجاه مصلحة البلد فوق كل الأمور، كل ما يرتئيه المفاوض العراقي أينما تذهب مصلحة البلد نحن نكون مؤيدين لهذا الطرح. يعني في سؤال أخير، قضية استقطاع من رواتب المتقاعدين ربما أثارت ضجة في هذه الشريحة، كيف ستتعاملون أنتم كمجلس نواب مع هذه القضية؟ نحن رافضون وبشدة الاستقطاع من كل الموظفين إن كان المتقاعدين أو غير المتقاعدين، لأنه الحكومة المركزية لديها الحلول، وهذه حلولها التي تلجأ لها هي حلول ترقيعية لا تفيد في الموازنة في شيء، لكن هناك منافذ أخرى ممكن أن تركز عليها الحكومة الاتحادية وتخرج بنتائج إيجابية ممكن أن تغلق بعض الشيء من الفوارق للموازنة للعام القادم. شكرا لك سيادة النائب. نعم زميلي، يعني على جدول الأعمال من المفترض هناك مناقشة أخرى لتقرير لجنة الزراعة النيابية بخصوص محصول الحنطة والشعير. نعم، وقضية تسويقها من قبل الفلاحين. نعم. لكن إلى اللحظة لم تعقد الجلسة، يعني بحسب التسريبات لا يوجد هناك نصاب قانوني، من المفترض في الساعة الواحدة ظهرا موعد انعقاد الجلسة، إلى الآن لم تعقد الجلسة. هناك اجتماعات مكثفة بخصوص كما تحدثنا قبل قليل الأزمة الاقتصادية وكيفية سبل تجاوز هذه الأزمة. نعم. نعم أحمد مؤيد، شكرا لك ولضيفك الكريم. أكدت كتلة السند الوطني أن الحوار الاستراتيجي المرتقب عقده مع واشنطن لن يتضمن أي مفاوضات، إنما هو حوار بين الخارجية العراقية والخارجية الأمريكية، ويجب أن يبنى على قرار مجلس النواب إخراج القوات الأجنبية من العراق. هي ليست مفاوضات في الحقيقة، هو حوار كما أعلن عنه، هو حوار بين الخارجية العراقية والخارجية الأمريكية. هذه الحوارات أو هذا الحوار يجب أن يبنى على أساس ثابت، وهو قرار مجلس النواب فيما يتعلق بخروج أو إخراج جميع القوات الأجنبية من العراق. فيما يتعلق بالاتفاقية الإطار الاستراتيجي وتفعيلها، ذلك أمر آخر تتحرك به الجهات، الوزارات المعنية والجهات المختصة، سواء كان الدفاع، الداخلية، وزارة التعليم العالي، كل الوزارات المعنية. أما فيما يتعلق ببقاء القوات الأجنبية من عدمه، فنحن قرارنا واضح، قرار مجلس النواب والذي صوت عليه المجلس في أول كانون الثاني الماضي، واضح بإخراج جميع القوات الأجنبية.
إلى ذلك أكدت كتلة سائرون النيابية أن بقاء القوات الأمريكية وقواعدها في العراق يعد انتهاكا للسيادة وخطرا على المستويين الداخلي والخارجي، داعية إلى تجنيب البلاد الدخول في الصراعات الإقليمية. هذا الموقف الثابت لتحالف سائرون مبني على قناعة راسخة بأن بقاء القوات الأجنبية وقواعدها العسكرية على الأراضي العراقية يعني انتهاكا للسيادة العراقية وخطراً على المستوى الداخلي والخارجي، وإننا نرفض أن يتحول العراق إلى ساحة صراع دولي وتزاحم سياسي وتدافع مصالح دولية لا ناقة له فيها ولا جمل. أكد وزير الخارجية فؤاد حسين استمرار الجهد الحكومي لإجراء الانتخابات المبكرة ومواجهة تحديات جائحة كورونا. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن حسين بحث مع السفراء العرب المعتمدين لدى بغداد عددا من القضايا المحلية ومنها الجهد الحكومي باتجاه التحضير لإجراء انتخابات مبكرة ومواجهة تحديات الوباء وتداعياتها الاقتصادية، فضلا عن مكافحة الإرهاب وملاحقة ما تبقى من تنظيم داعش الإرهابي وإعمار المدن المحررة. شدد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني على ضرورة حل الإشكالات مع الحكومة المركزية بشكل عادل وجذري وبموجب أسس الدستور. البرزاني وفي بيان له أشار إلى أنه بحث مع نائب قائد المهام المشتركة لقوات التحالف في العراق جيرالد ستريكلاند التنسيق بين قوات البيشمركة والتحالف في التصدي لخطر الإرهاب. أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أهمية حماية المواطنين وعدم تكرار سيناريو عام 2014 في الموصل، فيما قال إن الفساد وسوء الإدارة تسببا في الكوارث السابقة. الكاظمي بحث مع القيادات الأمنية في مقر قيادة عمليات نينوى خلال زيارته الموصل في ذكرى احتلالها من قبل تنظيم داعش الإرهابي، وأشار إلى أن تحرير المدينة شارك فيه كل أبناء العراق واختلطت فيه الدماء، مبينا أن هناك تحديات كبيرة ويجب أن نتجاوزها. ملف سقوط الموصل ما يزال يلفه الكثير من الغموض في وقت لم يحاسب فيه المقصرون والمتسببون ولا من أعطى الأوامر بسحب القوات الأمنية. قبل 6 أعوام وفي هذا اليوم وبالمكان ذاته الذي أقف فيه سقطت مدينة الموصل بيد تنظيم داعش وسلمت محافظة نينوى بكامل شعبها ومؤسساتها وثقلها السياسي والاجتماعي للتنظيم الإرهابي. ليلة السقوط المدوية انسحب القادة العسكريون ومن ورائهم 50,000 جندي من تشكيلات القوات العراقية كافة، وتركوا المدينة لبضع مئات من مقاتلي التنظيم في حادثة ما تزال لغزا حتى هذه اللحظة. يعني بيتي ما يبعد، هاي المنطقة ما يبعد 400-500 متر عن مكان الانفجار، وعشناها هاي الأيام كلها، كان أكو مقاومة. لكن السؤال، 3 فرق عسكرية تنسحب بسبب انفجار واحد، هذا الانفجار كان حجة. قبل أن نقول أن الموصل سقطت بيد التنظيم، هي سقطت عسكريا لكن الموصل بيعت. مقاولون وتجار وساسة وقادة عسكريون أكدت لجنة التحقيق في سقوط الموصل تورطهم في هذا الملف، لكن التحقيقات التي استمرت عدة أشهر لم تصل إلى نتائج حقيقية ولم تكشف المتورطين الحقيقيين عن سقوط المحافظة. صار تسويف وصار مساومات وصار ضغوطات، يجب أن يحاكم هؤلاء، كل على ذنبه وكل على من أصدر القرار. هذا الأمر أنا أعتقد أنه حتى لو طال فيه الوقت لن ينسى عند العراقيين. آلاف الأبرياء راحوا ضحية لصفقة سقوط الموصل، وأضعافهم ممن نزحوا وهجروا، وآخرون بيعوا وسبوا وصودرت ممتلكاتهم ونفوا، فيما لا يزال من تسبب في مأساتهم وفواجعهم يتمتع بالنفوذ والحصانة والسلطة. 35 مسؤولا أدانهم التقرير النهائي لسقوط الموصل، لكن لم يحاسب منهم أحد باستثناء بعض الضباط الذين حكموا بالسجن المخفف. أما من كانت لهم اليد الطولى في ضياع ثلث العراق فما يزالون طلقاء. من الموصل، محمد سالم، يو تي في.
أكدت وزارة الصحة أن العراق ما زال حتى الآن ضمن مناطق الخطر بوباء كورونا، وقالت الوزارة في بيان أنها حددت مسبقا 6 مناطق للحجر المناطقي، وما تزال هناك مظاهر للمناسبات الاجتماعية كالأعراس ومجالس العزاء والمناسبات العشائرية خصوصا في مدينتي الصدر والحرية في بغداد، مشيرا إلى أن حصيلة الإصابات مرشحة بالارتفاع طالما استمر عدم الالتزام بقواعد الوقاية الشخصية والمجتمعية وبالتباعد الاجتماعي. وسجل العراق انخفاضا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، إذ أعلنت وزارة الصحة إصابة 787 شخصا ووفاة 22 آخرين. سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم 787 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي: سجلت 259 حالة شفاء تام، مع شديد الأسف سجلت 22 حالة وفاة، وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق 14268، ومجموع حالات الشفاء 5831، وعدد الراقدين الكلي 8045، وعدد الراقدين في ردهات العناية المركزة 70، ومجموع حالات الوفاة 392. أعود إلى مراسلنا محمد سالم وعن نتاج زيارة الكاظم من الموصل. محمد، مرحبا بك. محمد، ما الذي حملته هذه الزيارة؟ إن كنت تسمعني محمد، ما الذي حملته زيارة الكاظم إلى الموصل في هذه الفترة؟ نعم، يعني اليوم زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى محافظة سيناء وتحديدا مدينة الموصل تعتبر زيارة مهمة جدا في هذا الفترة، خصوصا أنها تزامنت مع الذكرى الثالثة لسقوط المدينة بتنظيم داعش. اليوم رئيس الوزراء افتتح الجسر الثاني أو جسر الحرية بعد إعادة إعماره، ووعد يعني بتكثيف جهود الإعمار، إيصال المزيد من الخدمات إلى محافظة سيناء ومدينة الموصل، وإلى اهتمام خاص بهذه المحافظة المنكوبة التي تضررت وتضرر أهلها كثيرا خلال السنوات الماضية. طبعا أهالي الموصل يعني يعولون جدا على زيارة رئيس الوزراء والوفد الوزاري من المنطقة، والجميع بانتظار ما سيقدمه الكاظمي وحكومة الكاظمي لأهالي نينوى بعد زيارتهم للمحافظة والاطلاع ميدانيا على واقعها وعلى الأوضاع فيها. نعم. نعم محمد، سؤال أخير، هل هناك ردود شعبية أو سياسية من داخل الموصل حول هذه الزيارة؟ نعم، اليوم يعني محافظة نينوى وتحديدا مدينة الموصل شهدت حظرا شاملا للتجوال منذ ساعات الصباح الأولى بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء. يعني هذا الحظر لم يتم التبليغ به مسبقا. اليوم يعني الناس كانوا يتأملون أن يصل صوت المستضعفين، ذوي الشهداء، ذوي المغيبين، كانوا يتمنون ان يصلوا الى رئيس الوزراء، ولكن اجراءات حظر التجوال منعت الكثيرين من اللقاء برئيس الوزراء والوصول اليه وطرح مشاكلهم عليه بشكل مباشر. مراسلنا من الموصل محمد سالم، شكرا جزيلا لك. حذرت منظمة الصحة العالمية من تكرار سيناريو إيطاليا وإسبانيا وإيران في العراق فيما يخص انتشار وباء كورونا. ممثل المنظمة في العراق أتم إسماعيل قال إن عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية لمواجهة الوباء قد يجعل تكرار سيناريو مشاهد الضحايا في إيطاليا وإسبانيا وإيران ممكنا في البلاد. رجح مدير عام صحة واسط جبار الياسري ازدياد عدد المصابين بكورونا خلال الأيام المقبلة، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لدرء خطر الوباء. توقعاتنا أنه الإصابات في كورونا المستجد ستكون بزيادة كبيرة،
والنتائج يعني متوقعة، لأنه زادت المسوحات وزادت الفحوصات لكل المرضى، وأيضا اللي كانت ليس لديهم أعراض ظاهرة، فقطعا أدت إلى ظهور أعداد كبيرة من المرضى، وأيضا نتيجة عدم التزام بالوقاية الصحية وأيضا اعتداء الكمامات، شيء متوقع أنه هذا الأعداد تزيد وزيادة مضطردة. ولذلك اليوم اجتماعنا هو لغرض إيجاد البدائل، خاصة أماكن الحجر اللي بدأت تتناقص يعني نتيجة زيادة عدد المرضى. فنعتقد أنه الفترة القادمة فترة حرجة، إذا لم يكن هناك تعاون كبير من أخوة المواطنين أعتقد الموضوع سيتجه نحو الأسوأ. دعت نقابة الأطباء العراقية إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد إذا استمرت حالات الإصابة بفيروس كورونا بالارتفاع. نقيب الأطباء عبد الأمير الشمري أكد على وجوب اتخاذ إجراءات حازمة في تطبيق حظر التجوال، محذرا من انتشار الفيروس بشكل كبير بسبب الحجر المنزلي، ومنوها إلى أن وزارة الصحة تحتاج إلى إجراءات عاجلة وتوفير الوسائل الوقائية بسبب أن الكوادر الطبية باتت عرضة للإصابة بالوباء بشكل كبير. بسبب تداعيات كورونا وحظر التجوال، عانى القطاع السياحي في إقليم كردستان كسادا غير مسبوق، ما دفع السلطات هناك إلى السماح بالسياحة الداخلية. هذا المكان يبدو على غير عادته، فبمثل هذا الوقت من كل عام يكتظ هذا المصيف بالسائحين من كل مدن البلاد، فهو موسم الذروة السياحية، لكن لا أثر للسياح هذه المرة، كورونا قد فعلت فعلتها. أربيل عاصمة إقليم كردستان وقبلة السياحة الصيفية، يزورها مئات آلاف السياح كل عام من وسط وجنوب البلاد، فضلا عن آلاف السائحين من الدول المجاورة. لكن مع تفشي وباء كورونا أغلقت المدينة على مضض كل المرافق السياحية، ومنعت التجوال وحظرت التنقل بين مدن الإقليم وباقي المحافظات العراقية، وأغلقت المطارات، فتوقفت السياحة بشكل كامل. بالنسبة للشغل يعني عزلنا الفندق، قبل كان شغل كلش زين قبل الكورونا طبعا، كان عندي 20 موظف كلهم راحوا للبيت، و يعني إذا ماكو شغل شو نسوي؟ حتى الكهرباء طافين، مولدات طافين، يعني ما ظل حياة أصلا، ما ظل شيء. السلطات هنا حاولت أن تنقذ ما يمكن إنقاذه، فأصدرت قرارها مؤخرا بالسماح بالسياحة الداخلية فقط لكل مدن الإقليم، خطوة لم تجد صدى كبيرا في المصايف والمرافق السياحية، فالمردودات عنها لم توازي حجم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها طوال الأشهر الثلاثة الماضية. أكو لجان في غرفة العمليات المحافظات، هم يقررون يفتحون يغلقون يسوون أي شيء، القرار والتعليمات وكل سلطة يمهم، هم قرروا ليفتح المكانات السياحية للسياحة الداخلية داخل محافظة واحدة كخطوة أولى كمرحلة أولى، وإن شاء الله إذا نجحنا في هذه الخطوة إن شاء الله راح يفتح السيطرات، راح يفتح الحدود بين كل محافظات بين الإقليم وبين المحافظات الأخرى ويا الجنوب والوسط. الجميع هنا وخصوصا العاملين في مجال السفر والسياحة ضاقوا ذرعا بكورونا، وما يزيد تذمرهم إنه لا جدول زمنيا محدد لعودة الأمور إلى طبيعتها. الموسم السياحي في إقليم كردستان خلا من السائحين، المصايف والفنادق ومراكز الترفيه تكبدت خسائر بملايين الدنانير والدولارات، خسائر قد لا تعوض إلا بالقضاء على كورونا وعودة الحياة إلى الطريق الرابطة بين الإقليم الكردي وباقي مدن العراق. مشرق المنصور، أربيل، يو تي في. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. التكافل الاجتماعي سلاح العراقيين لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية.
أهلا بكم مجددا. شهدت محافظة البصرة تظاهرات واسعة لمئات الموظفين العاملين بصفة أجور يومية في دوائر الدولة للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم وصرف رواتبهم. وذكر مراسلنا أن موظفي الأجور تظاهروا أمام مقر الشركة العامة للموانئ مطالبين الحكومتين الاتحادية والمحلية بحقوقهم المتأخرة منذ أشهر، فيما توجه بعض منهم إلى المظاهرة أمام مبنى حكومة البصرة المحلية بمنطقة المعقل. إلى ذلك اقتحمت مجموعة مسلحة بالزي المدني ساحة الأحرار وسط محافظة كربلاء مدعية انتسابها إلى القوات الأمنية. المعتصمون أكدوا أن المجموعة المسلحة اعتدت على الموجودين في الساحة، يأتي ذلك قبل أيام قليلة من انتهاء المهلة المحددة والتي تقضي بإقالة المحافظ الحالي صيف الخطابي. كانت وما زالت أحزاب الحكومة تحاول بكل الطرق اختراق ساحة أحرار كربلاء، ولكننا كنا نمنعها بكل ما نملك من قوة. وأخيرها الحادثة التي حدثت قبل قليل، حيث أقدمت مجموعة تدعي بأنها تنتسب إلى القوات الأمنية على تصوير مجموعة من الشباب، علما إنهم كانوا يحملون السلاح ويرتدون الزي الغير رسمي. إلا أن الشباب عندما حاولوا التحدث معهم اعتدوا على الشباب واستتروا وسط جمع أمني تابع للحكومة. ولذلك فنحن ننوه إلى أن دخول أي منتسب تابع للأجهزة الأمنية مرفوض إلا بالتنسيق مع الثواب. في الديوانية تجددت التظاهرات المطالبة بإقالة المحافظ زهير الشعلان. مراسلنا قال إن الديوانية شهدت قطع الشارع العام الرابط بينها وبين مدينة السماوة من قبل المتظاهرين للمطالبة بإقالة المحافظ ومعاونيه على خلفية اتهامهم إياه بالفساد. أعلن وزير التخطيط خالد بتال أن التعداد السكاني العام في البلاد سيجرى إلكترونيا بعد 22 عاما على آخر تعداد أجري في البلاد. وقال بتال في بيان له إن التعداد الذي سيجرى إلكترونيا بالكامل سيكون هدفه تنموية لخدمة التنمية ولا يرتبط بأي أهداف سياسية، مشيرا إلى وجود تعاون وتنسيق عالي المستوى مع إقليم كردستان، فضلا عن التعاون المثمر مع المنظمات الدولية وفي مقدمتها صندوق الأمم المتحدة للسكان والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية من أجل ضمان نجاح العملية. تعددت وسائل الابتزاز الإلكتروني في المجتمع العراقي، ما دفع الأجهزة الأمنية في كركوك إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأمور. جريمة الابتزاز الإلكتروني واحدة من جرائم عصر التطور والتكنولوجيا، ففي العراق بوجه عام ومحافظة كركوك على وجه الخصوص تنشط العصابات المنظمة التي تتخذ من ابتزاز الفتيات مصادر تمويل رئيسية لها. يعني إحدى الحالات اتصلت بي اليوم الليل الماضي يوم أمس بوقت متأخر من الليل، أخبرتني أنه تعرض حسابها إلى التهكير من قبل أحد ضعاف النفوس. خلال هذه الفترة أنه مواقع التواصل الاجتماعي تحدث بسبب الابتزاز الإلكتروني. خلال هذا العمل المشترك والتنسيق المشترك يتم التوصل إلى الفاعل، والأغلب نالوا جزاءهم العادل. شباب ورجال امتهنوا عمليات النصب والاحتيال بصور وأشكال متنوعة، متخذين من جني الأموال مقابل التستر على الفضائح عاملا أساسيا في جرائم الابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي. باحثون اجتماعيون يشددون على ضرورة تشريع قانون جديد يتضمن عقوبات قاسية لردع من يعبثون بخصوصيات الناس يتناسب وحجم الضرر النفسي الذي يتعرض له المجني عليه.
وهذا ما أدى إلى تدمير كثير من البيوت وإلى قتل كثير من المراهقات الذي لا يعين لخطورة هذه المسألة. فيرسلنا بعض الصور وبعض المواقف اللي هي غير أخلاقية، وبالتالي يبتزون هذا المراهقين، وبالتالي لابد من إصدار قانون للابتزاز الإلكتروني. ويعتبر الابتزاز الإلكتروني هو نتيجة الكبت ونتيجة المراهقة المتأخرة. انتشار البطالة والفقر أسهم في نمو عصابات الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى قلة الوعي الأمني لدى فئات المجتمع التي تستخدم الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي. من كركوك عبد الله العامري، يو تي في. تجاوزت حصيلة إصابات كورونا عالميا 7,340,000 حالة، ووفقا لأرقام موقع وورد ميتر المختص في إحصاءات الوباء، فأن وفيات العالم اقتربت من 415,000 شخص، فيما تماثل للشفاء نحو 3,620,000 شخص. اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوات شوغنينغ أطرافا وجهات وصفتها بالخفية بنشر الادعاءات المغرضة عن فيروس كورونا ضد الصين، وهو ما ساهم في تقويض الجهود الدولية في محاربة هذا الوباء. شهدت الأيام الأخيرة الكثير من المعلومات المضللة عن كوفيد-19، وخاصة الأكاذيب والشائعات ضد الصين التي سممت الجهود الدولية بشدة. الحقائق أظهرت أن الفيروس التاجي الجديد هو العدو المشترك للبشرية، لكن الأفظع هو التضليل والإشاعات والافتراءات التي ينشرها الأشخاص الذين لديهم دوافع خفية. إن الفيروس السياسي هو أيضاً عدو مشترك للبشرية جمعاء. يجب على المجتمع الدولي اتخاذ موقف موحد ضد التضليل وتطهير الفضاء السيبراني حتى لا يعثر ناشرو الافتراءات والادعاءات على موطئ قدم. ناقضت منظمة الصحة العالمية نفسها بشأن انتقال كورونا من الأشخاص الحاملين للفيروس دون ظهور أعراض عليهم، وذكرت عالمة الأوبئة في المنظمة ماريا فان كيرخوف في مؤتمر صحفي أن إمكانية انتقال كورونا من أشخاص حاملين للفيروس دون أعراض عليهم نادر جداً. يجب أن تركز الحكومات على المرضى الذين تظهر عليهم الأعراض، فإذا عزلنا هذه الحالات ووضعنا المخالطين لهم في الحجر الصحي، فيمكننا بالتأكيد الحد من الفيروس، ويحتاج الأمر إلى المزيد من البحث من أجل تأكيد الدور الذي تلعبه حالات اللا أعراض وحالات ما قبل الأعراض في نشر الوباء. احتشد المئات من المتظاهرين في مدينة سياتل الأمريكية في سياق الاحتجاجات المتواصلة في البلاد على خلفية مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد على يد الشرطة، ورفع المتظاهرون شعارات تطالب رئيس بلدية سياتل بالاستقالة عقب استخدام الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين. وتشهد عدة مناطق في البلاد احتجاجات وتظاهرات مناهضة للعنصرية ضد السود منذ انتشار مقطع فيديوي لفلويد وهو يختنق تحت ركبة أحد رجال الشرطة. عمدة مينيابوليس جاكوب فراي تعهد بأحداث تغيير هائل في مختلف أقسام الشرطة في المدينة، وقال في مؤتمر صحفي إنه سيستبعد كل العناصر الأمنية التي تقوم بممارسات غير مشروعة. نحتاج إلى إجراء تغييرات في قسم الشرطة والتأكيد على الانضباط واستبعاد كل من يقوم بممارسات غير مشروعة. لذا إن كان السؤال حول التغيير فأنا أؤكد على ذلك، ولكني لست مع إلغاء هذا القسم نهائيا. قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتي أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يواجه العواقب إذا ضم أراضي في الضفة الغربية المحتلة. ما نأمله هو أن لا تفلت إسرائيل من جرائم القتل. ما نأمله هو أن لا تستمر في تجاوز القانون الدولي. ما نأمله هو أن تخضع للضغط الدولي. لن نسمح بأن تصل الأمور إلى الفوضى تحت أي ظرف كان.
أعتقد أن الرفض الدولي للضم وللإجراءات الإسرائيلية يشكل دعما لفلسطين. قصة تجسد التكافل الاجتماعي بين العراقيين في مواجهة جائحة كورونا وما خلفته من أضرار اقتصادية. أمجد كفاح مدرس في محافظة ديالى تبرع براتبه الشهري كاملا لإعانة الفقراء المتضررين من حظر التجوال. أمجاد كفاح حسن مدرس على ملاك تربية محافظة ديالى بادرت مبادرة لإعانة العوائل المتعففة اللي ضررت بسبب حظر التجوال اللي فرضت السلطات من أجل صحتهم وسلامتهم لمكافحة جائحة كورونا اللي صابت الكرة الأرضية بأكملها، وهي المبادرة تبرعي براتبي بالكامل لشهر آيار. المبادرة كانت هي شراء سلات غذائية متكونة من 9 مواد غذائية لإعانة العوائل المتعففة، فحجم المعاناة اللي موجودة بداخلهم يسعدني أنه أني أطيب لهم إياه، لكن استطاعتي وقدرتي يعني الحمد لله وشكر يعني هذا اللي موجود اللي اقدر عليه اني. هذه مواد غذائيه خوش عيني راح اخلي لك اياها نايم البابين انت ما بيك حل اي تشيلها حتى بنيتك هي تاخذها غالي حجي. اطمحوا واتمناه انه الحكومه تلتفت لهم، الاصحاب الدخل يلتفتون لهم، الميسورين الحال يلتفتون لهم، يعني كل الشرائح تلتفت لهم، وان شاء الله نعالج هذا الموضوع باتم صوره. اختتم في البصرة المهرجان الدولي الإلكتروني الأول لمسرح الدمى الذي نظمه على مدى 2 يوم قسم التربية الفنية بكلية الفنون الجميلة في جامعة البصرة وبمشاركة دول عربية وأجنبية، وتوج العرض المسرحي نمور بأحسن أداء صوتي لهذا العام. لقد انتشر مرض الكورونا في هذه الغابة، والسبب نحن لأننا لم نلتزم بالتعليمات الصحية. وهل بقي شيء لم يطغى عليه فيروس كورونا؟ ها هو الببغاء الصغير يستعد لأداء دوره حول الوباء الذي اختير موضوعاً رئيساً للمهرجان الدولي الإلكتروني الأول لمسرح الدمى بالبصرة. الببغاء تمكن من الفوز بجائزة أحسن أداء صوتي. حقيقة أنا سعيد جداً أنه اشتركت في هذا المهرجان، مهرجان دولي وأكيد مشاركات دولية، وقدمت من خلاله قصة قصيرة جميلة وهي عن موضوع الكورونا وسبب انتشار هذا المرض وكيف الوقاية من هذا المرض، إن شاء الله ينال إعجاب الجميع. الظروف الخاصة التي يمر منها العالم فرضت على المهرجان أن ينطلق إلكترونياً في نسخته الأولى بمشاركة عدد من الدول العربية بينها فلسطين والسعودية والمغرب والجزائر. الآن هذه الانطلاقة الأولى من خلال الأونلاين، أكيد هنالك ظرف خاص جداً يعاني منه كل بلدان العالم. بأدوات بسيطة ومتواضعة حاول هؤلاء المسرحيون أن يرسموا الابتسامة على محيا متابعيهم وحثهم على احترام قواعد السلامة الصحية، في انتظار أن يجد الببغاء الصغير وصديقه نمور أصدقائهم المحجورين بسبب كورونا. لا أحد يجيب، أين الأصدقاء؟ ولماذا أنت تخرج من هذه الغابة؟ أبحث عن الطعام لأنني جائع. مشاهدينا نشرتنا انتهت، شكرا للمتابعة.